السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا تمرين مرتبط بالدرس ديال الحجم والسياق. اذا هو مسألة جاتنا عبر الواتساب وخدمناها في المجموعة ديال الواتساب. كما عودناكم لأي تمرين مزيان راح نحاولوا نستفدوا منه جميع. اذا التمرين هو هذا، نقله عندكم ومن بعد نبداو التصحيح ديالو مزيان. اذا نبداو على بركه الله. حوض على شكل متوازي مستطيلات، قاعدته مربعه، اذا هو على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربعه، محيطها المحيط ديالها هذيك القاعده المحيط ديالها 3 متر، هذه القاعده اللي مربعه، وارتفاعه شكون هو؟ متوازي المستطيلات، الارتفاع ديالو 1.50 متر، ملئة 3 على 5 من حجمه، شحال ملأنا؟ الحجم ديالو، إذا كنا تكلمو لنا على الحجم، بزيت الزيتون، تمن لتر الواحد، إذا التمن ديال زيت الزيتون، تمن لتر الواحد، هو شحال؟ هو 32.60 درهم. هنا الأسئلة، السؤال الأول باء ألف باء جيم دال، السؤال ألف وحسب ضلع القاعدة اللي تكلمنا عليها هنا، إذا مرتبط بالهندسة، وحسب سعة الحوض باللتر، إذا هنا تيتكلمو لنا على السعة ديال الحوض، بعد منا السؤال جيم وحسب سعة الزيت في الحوض، يعني ديك الشي ديال الزيت اللي كاين في الحوض شحال هو باللتر، والسؤال الأخير ما هو ثمن الزيت الذي يحتوي هذا الحوض، يعني هذا الثمن هذا. ديال اللتر الواحد، داكشي ديال الزيت اللي عندنا، شحال عندنا؟ شحال الثمن ديالو؟ إذا راه تمرين زوين، راه ممكن توجدوه في الامتحانات، ممكن توجدوه بحالو، إذا نستافدو منو جميعا، فهمنا؟ إذا باش نزيد نفهمكم أكثر، فاش قالو لنا نديرو رسم تقريبي، إذا قالنا شكل متوازي مستطيلات، قاعدته مربعة، يعني عندنا واحد المربع، هذا ماشي مربع، إذا نديرها رسم تقريبي هنا. مثلا هنا قاعدته مربع واحد، إذا الفوق غادي يكون مثلا مربع قدو تقريبا، إذا هذا متوازي مستطيلات، تقريبا بحال هكذا، قاعدته مربع، يعني هذا هو متوازي مستطيلات، القاعدة ديالو مربعة هي هذي، فهمنا؟ إذا هذا راه منشور قائد، مفهوم؟ أنا راه درت غير رسم تقريبي باش توضح لكم الرؤية، إذا هذيك القاعدة اللي مربعة محيطها، يعني هذاك المربع اللي في القاعدة المحيط ديالو شحال؟ 3 متر، أي تساوي 3 متر، إذا بغينا نحسبو ضلع القاعدة، هاد الضلع ديال القاعدة شحال فيه؟ إذا نمسحو التمرين ونبداو على بركة الله. إذا السؤال الأول أحسب ضلع القاعدة، هادي نكتبو ضلع القاعدة هو شنو اللي عطاونا؟ عطاونا المحيط بي تساوي 3 متر، مزيان؟ حنا بغينا الضلع، المحيط كيفاش نحسبوه؟ إذا القاعدة على شكل ماذا؟ مربع، قاعدة عطاونا بأنها مربعة، إذا غادي نطبقو المحيط المربع، هو الضلع في 4 ولا السي في 4، إذا شكون اللي تنعرفو؟ تنعرفو بي، نعوضو بالقيمة ديالها اللي هي 3 متر، تتساوي الضلع في 4، إذا هاد في 4 ندوزو للجهة لخرى، غتولي قسمة 4، تولي عندنا 3 متر، قسمة 4، شنو تساوي؟ تساوي لينا أ اللي هو الضلع، و 3 قسمة 4 غادي توجدو تتساوي 0.75 متر، ديرو العملية غادي توجدو، إذا هذا هو ضلع القاعدة، مزيان؟ مشيو بعد من بعد نقلو التصحيح،
ماشي بقى ديما نذكركم اذا فهمتوها اذا انطلاقا فاش يعطيكم مربع خدم محيط المربع عطونا المحيط خدم حط القاعده غادي يبان لك الجواب عوض هذه بالقيمه ديالها وهذه هي اربعه هي كاينه غادي تلقى لنا مجهول واحد عاد حاجه حدا اللي ما عارفينش نطبقوا شنو هو العدد اللي نضرب لنا في اربعه اذا ندوز اربعه الجهه الاخرى تولي قسمه شنو السؤال الموالي سؤال ب راه ممكن في التمرين هذا يعطيك على شكل وضعيه ويعطيك السؤال الاخير فقط في اسئله اخرى تطرحها انت من راسك ولكن راه تكون صعيبه اذا مشيو للسؤال ب عطاونا السؤال ب عطاونا سعه الحوض باللتر سعته الحوض باللتر هي نتكلم على السعه مازال اذا دائما عقلوا عليها عقلوا عليها دائما بلا عطاونا السعه راه هي الحجم عطاوك الحجم راه هو السعه راهما بحال بحال اوضعهم في الجدول ديال الحجم والسعه اللي هو راه قلتو عليه اذا نذكروا به المتر مكعب الديسيمتر مكعب سنتيمتر مكعب المليمتر مكعب اذا هذا راه حجم وهذا الحجم هذا راه تيتقسم كل خانه لثلاثه وقلنا الديسيمتر مكعب هو اللتر اذا هنا الديكا لتر الهكتو لتر ديسي لتر سنتي لتر الميلي لتر الى عطوني مثلا 3 لتر 3 لتر راه هي 3 ديسيمتر مكعب اذا ولا عطوني 3 ديسيمتر مكعب هي 3 لتر اذا لا عطوني الحجم راه عطوني السعه ولا عطوني السعه راه عطوني الحجم اذا هذا كتذكير باش نعرفوا فاش تنخدموا اذا هنا وين نحسبوا السعه ولكن ما نعرفوا ولكن عطاونا بين المعطيات في التمرين وعطاوك تحسب السؤال الالف راه مرتبط به اذا خاصنا نحسبوا حجم الحوض طريقه اخرى حجم الحوض هو اللي خاصنا نحسبه واذا حسبنا الحجم راه هو حوض هو السعة ديال الحوض باش نحسبوا الحجم شنو هو الحجم بصفة عامة الحجم هو مساحة القاعدة في الارتفاع الارتفاع في التمرين عطاوه لينا اللي هو 1.50 متر اذا انا باش نحسب الحجم خصني نحسب مساحة القاعدة هنا ما عنديش ولكن تنعرف بان القاعدة على شكل مربع وفي السؤال اللي قبل وجدت بان ا تتساوي 0.75 متر اذا راه ممكن نحسب مساحة القاعدة اذا باش نحسب مساحة القاعدة طريقة سهلة اذا حجم الحوض هو هذا غادي شنو نحسبو مساحة القاعدة بين قوسين اللي هي المربع لدينا ا تساوي 0.75 متر اللي هو الضلع اذا مساحة القاعدة هي الضلع في الضلع ونعوض الضلع بالقيمة ديالو اللي هي 0.75 متر في 0.75 متر ونحسبوها وغادي نوجدوها تتساوي 5625 والمتر في المتر متر مربع مزيان اذا نقلو التصحيح ديال هذا اذا حسبنا مساحة القاعدة هي نكتبو هنا مساحة القاعدة اس بي تساوي شحال 5625 متر مربع نكمل اذا بعد ما نحسبوا مساحه القاعده غنمشيو نحسبوا الان الحجم الارتفاع شحال عندنا الارتفاع شحال عطانا قلنا 1.50 متر ومساحه القاعده
اللي يدير لك هنا الفوق 0.5625 متر مربع. نجيو نعوضهم بالقيمة ديالهم، إذن 0.5625 متر مربع في 1.50 متر، غنحسبوها وغادي نوجدوها تتساوي 0.84375 متر مربع في المتر أو متر مكعب. مزيان، إذا هذا هو أنا حيت هذا الشيء حسبته قبل، نديرو العمليات ويطلبون مننا السعة. إذا سعة الحوض هي نحولو هذه للديسيمتر مكعب، إذا لا حولنا للديسيمتر مكعب ولا نحولو مباشرة للتر ما غاديش تلقى هذه، غتعطينا 843.75 ديسيمتر مكعب، والديسيمتر مكعب هو اللتر. إذا هذه هو الجواب ديال سعة الحوض باللتر. إذا حجم الحوض هو هذا وسعة الحوض، إلا وجدنا الحجم غادي نضربو في الجدول وغادي نحولو وغادي يعطينا السعة. إذا نمرو للسؤال الموالي، إذا نقول صح إذا سؤال ج، سعة زيت الزيتون المتواجدة بالحوض هي مزيان. إذا شحال وجدنا حنا في السعة ديال سميتو هي 843.75 لتر. مزيان، وقلنا ملئة إلى ثلاثة أخماس، ثلاثة أخماس. إذا هذا هو الحوض كامل، يعني غادي نشدو هذا الحوض ونقسمو على خمسة. نشدو الحوض مثلا، الحوض هو هذا، غنقسمو على خمسة أجزاء متساوية، خصهم يكونوا متساويين هاد الأجزاء، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذا الحوض غنقسمو على خمسة، إذا نشد هذا ونقسمو على خمسة. من بعد نضربو في ثلاثة، حيت أنا بغيت غير ثلاثة، بغيت هاد ثلاثة هما لي بغيت، ونضرب في ثلاثة. غادي فاش غادي نقسم على خمسة غنصيب غير واحد، غنصيب غير جزء واحد، ومن بعد نضربو في ثلاثة باش يعطيني ثلاثة د الأجزاء. طريقة تانية لي ساهلة فاش يعطوك بحال هاد السؤال هذا، ملئة إلى ثلاثة أخماس، شد العدد لي عندك وضربو في ثلاثة على خمسة فقط. يعني نضرب في ثلاثة ونقسم على خمسة، راه هي نقسم على خمسة ونضرب في ثلاثة، وغادي نوجدو الجواب هو 506.25 لتر. إذا هذا هو سعة زيت الزيتون. علاش؟ لأن في السؤال قلنا في التمرين في الموطن قلنا ملئة حجمه إلى 3 على 5 من زيت الزيتون. نمشيو للسؤال د، ثمن زيت الزيتون المتواجد بالحوض، إذا الثمن هو مزيد. إذا شحال ديال الزيت عندنا حنا؟ ممكن نديروه بالتناسبية وممكن نديروه بالعملية. في التناسبية نديرو زيت الزيتون اللي بغي يستعمل الجدول باللتر، وهنا الثمن بالدرهم. في المعطيات اش عطاونا؟ قالنا 1 لتر الثمن ديالو هو 32.60، نتأكدو واش هادشي اللي كان في المعطيات صحيح؟ 1 لتر الثمن، لتر واحد هو 32.60، شحال هنا عندي من لتر؟ وهذا، إذا فين نضرب مع عدد اللترات؟ 506.25. إذا أنا نضرب ندير عملية التناسب، نضرب في هذا ونقسم على واحد، إذا بلا ما نقسم على واحد ندير 506.25 في 32.60 بلا ما نقسم على واحد، لأن قوس قسم واحد لا داعي. مزيان، ونحسبو العملية، غادي نوجدو هي 16,503.75.
ديالها. إذن هذا هو الثمن ديال هذا زيت الزيتون. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. إذا ما تنساوش اللي بغى ينضم للمجموعة إذا نصحوه، حنا راه 8. اللي بغى ينضم للمجموعة ديال الواتساب راه كنخدمو فيها التمارين وكنشرحو فيها بعض المعطيات. إذا الرقم هو 06 53 09 81 68. مرحبا بكم جميعا، وعطونا شوية الصبر وعطونا شوية الخاطر من عندكم فباش نجاوبكم على التمارين وباش يكون الجواب مضبوط. راه الا زربنا غادي يكون عاد نخربقو، هذاك الشيء راه كاين ضغط شوية ديال التمارين بزاف، كل اللي فين بغى، هذا بغى في المسائل، هذا بغى في الدرس، هذا بغى في هذا الكتاب هذا. إذا شوية الصبر، راني غير بوحدي اللي خدام هاد الساعة في هذاك الشيء، وتنبغي نعطيكم هذاك الشيء يكون مضبوط ومفهوم باش يعجبكم وتستافدوا اكثر فاكثر. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الرقم مع جميع القناه، مع جميع الناس اللي معكم اللي تتعرفوا، بغينا كلشي يستافد معنا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.